نبدأ معاكم مع النادي الأهلي. يعني تابعنا الفترة الأخيرة وفترة التوقف، يعني كولر زي ما يكون في أجازة للعيبة، لكن هو عايزها ما تكونش أجازة، يعني عايز إن اللعيبة تستمر في التمارين وتستمر في التدريبات علشان يعني ما يضيعش المستوى اللي هو وصل ليه معاهم من اللياقة البدنية. لأن طبعا يعني اي لعيب كوره ما ينفعش، بس انه مش شرط بس ان هو يلتزم بالتدريبات والمران وان يكون على قد مسؤوليه التدريبات، لكن كمان هي لايف ستايل، هي باكج على بعضها، يعني في حياته الشخصيه في حياته اليوميه لازم يكون ملتزم حتى في فترات التوقف وفتره الاجازه.